السلام عليكم واهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات قناة دكتور محمود قريطم. النهاردة هنتكلم على افضل وصفة موجودة في الصيدلية لزيادة الوزن وعلاج النحافة وفي نفس الوقت فتح الشهية وتكبير مناطق الانوثة. النهاردة هنتكلم على وصفة طبية، ازاي تعرفي تزودي وزنك بطريقة امنة وطريقة طبيعية ومكملات غذائية طبيعية وبعيدة عن الكورتيزون والادوية اللي فيها كورتيزون اللي بترفع الضغط وبتعمل مشاكل كتير ممكن تؤدي لسكر وعشت عظام. اول حاجة المشاكل فيه ان مفيش شهية للاكل وفي نحافة، ده اسبابها كتير، ممكن اسباب وراثية، ممكن نتيجة ان انيميا لو مستوى الهيموجلوبين قليل في الدم، كمان لو في مشاكل طفيليات ديدان في تحليل البراز بتظهر، كمان مشاكل في الغدة الدرقية لو في فرط نشاط في الغدة الدرقية، عشان كده تحليل الغدة الدرقية مهم جدا. ده ممكن برضو يؤدي الى زيادة معدل الحرق فبالتالي يؤدي الى النحافة. كمان التوتر والعصبية والظروف النفسية بتأثر برضو على الشهية للأكل. النهاردة هنتكلم على وصفة طبيعية جدا، عبارة عن مكمل غذائي، عبارة عن مكونات كلها طبيعية وأكياس متميزة جدا بتحتوي على الحديد واللاكتوفيرين وكمان دواء شرب فاتح للشهية وكمان أقراص الخميرة. المنتج الأول اللي هنتكلم عنه النهاردة وهو الفوركس أكياس. فوركس أكياس دي تعتبر أول أكياس موجودة في مصر بطعم الشوكولاتة، فيها لاكتوفيرين وفيها حديد، بس الحديد بصورة ليبوزومال. يعني بصورة ليبوزومال يعني بيمتص بسرعة جدا. كمان فيها حمض الفوليك اللي بيساعد برضو على تكوين كرات الدم الحمراء، ففيها لاكتوفيرين تركيز 100 ميلي جرام، وفيها برضو كمان فيها الزنك بتركيز 50 ميلي جرام. الزنك بيساعد بدرجة كبيرة جدا على فتح الشهية، هو الحديد هيعالج الانيميا وهيرفع مستوى الهيموجلوبين في الدم. الاكياس دي اكياس بطعم الشوكولاتة، بتحط كيس على نص كوباية مية من مرة لمرتين في اليوم، مرة بعد الفطار ومرة بعد العشاء. كمان بتاخدي معاه اقراص خميرة، وافضل انواع اقراص الخميرة اللي موجودة في الصيدلية هي ايستا كبسولات خميرة، هي عبارة عن اقراص فيها خميرة جافة بتركيز 100 ميلي جرام وفيها زجاج القمح بتركيز 400 ميلي جرام، اللي مصدر قوي جدا لفيتامين ه، تعتبر مواد اكسدة قوي، وفي نفس الوقت زجاج القمح مع الخميرة بيفتح الشهية. بيتاخد كبسولة مرة واحدة في اليوم بعد الاكل، وممكن لغاية 3 مرات في اليوم بعد الاكل بساعة، بيجيب نتائج كويسة ونتائج فعالة. كمان بتمشي على بودرة زي ايجي جروس بودرة، من الحاجات اللي بتجيب نتائج كويسة جدا، لان فيها لبن خالي الدسم وفيها لبن السرسوب وفيها الواي بروتين مصل اللبن وكازينات الكالسيوم وكازينات الصوديوم، وفيها كمان برضو الجنين القمح. بيتحط معلقتين كبار على كوباية لبن او عصير او مية 3 مرات في اليوم بعد الاكل. ايجي جروس بودرة برضو متوفرة في جميع الصيدليات، وكمان بتستعملي دواء فاتح للشهية زي الفيتي فيكت، شراب من الأدوية القوية جدا لفتح الشهية لأنها بطعم المانجا وبيحتوي على فيتامينات متعددة جدا زي فيتامين ألف وفيتامين دال 3 وفيتامين ب مركب ب1 وب2 وب6 وفيتامين سي، من الحاجات وجلوكونات كالسيوم وفوسفوليت كالسيوم اللي يعتبر فتح للشهية قوي، وبتاخد برضو معلقة كبيرة او معلقتين كبار قبل الوجبات بنص ساعة 3 مرات. يعني فوركس اكياس عبوة عاملة 65 جنيه، مع ايجي جروس بودرة عاملة 43 جنيه، مع الايست عاملة 43 وربع، مع الفيتي فيكت شراب عاملة 16 جنيه ونص، يعتبروا حاجة قوية جدا ووصفة طبيعية موجودة في الصيدلية للتغلب على النحافة وفتح الشهية. بتمشي على الكورس ده شهرين لثلاث شهور هتلاقي زيادة في الوزن وفتح الشهية، وبرضه في نفس الوقت برضه هتلاقي ان في تغير وزياده في مناطق الانوثه، وخصوصا لو انت بتستخدمي كمان معاهم برايم روز بلس كبسول، كبسوله بعد الوجبات 3 مرات في اليوم. الكورس ده شهرين 3 شهور، هتلاقي نتيجه كويسه جدا ونتيجه فعاله جدا
مع الأكلات الصحية والأكلات اللي فيها حديد، التفاح، الكبدة، العسل الأسود، وكمان عسل النحل الأبيض، كمان مع الزبيب والحلاوة الطحينية وزبدة الفول السوداني. كل الحاجات دي بتمشي عليها 3 شهور وهتلاقي نتيجة كويسة، ونتيجة خلال أول شهر إن شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.